احكي لكم النهارده قصه مرعبه حصلت وانا في كليه جميله ايام مشروع التخرج. كان عاده احنا بنقعد في مشروع التخرج ده في الليل الساعه 10 11 مثلا. كليه واسعه فيها اقسام ما بين كل قسم وقسم مساحه بعيده، دي كلها ضلمه، الشارع نفسه مكان جديد هاديه جدا. كنا قاعدين لغايه الساعه 10 او 12، كنا ثلاث بنات في القسم، واحده روحت والثانيه المفروض هي في الدور الرابع وانا في الدور الاول، وبشتغل مطمنه وحاطه الوكمان في ودني ولقيت نفسي حلاوه يعني، وما عنديش اي قلق لاي حاجه في دماغي ان انا وقت ما هزهق احط سلسلتي لفوق تنزل وتروح كده. بعدها فضلت اتصل بيها اتصل بيها ما بتردش، فقلقت فطلعت من الاتيليه وبصيت اشوف في نور مثلا في القسم في اي حاجه، فاكتشفت ان هو مفيش نور وكل الابواب ضلمه. قعدت انادي يا صافي يا صافي يا صافي، ما بس اتاكدت انها روحت من غير ما تقول لي. طبعا ده كان مرعب، فقلت طب يعني مفيش مشكله انا اهدى كده واغير هدومي بدل الشغل واروح البيت مش مشكله. فاخدت هدومي ورحت اغيرها. الحمام عندنا الشباك بتاعه مكسور، فدخلت لقيت قط كبير قوي رصاصي شكله غريب جدا وعنده عين مش موجوده خالص، بيبص لي بصات عجيبه قوي. طبعا اترعبت مع ان انا بحب القطط بس كان شكله كبير جدا، فقررت ان انا اغير هدومي في الاتيليه. دخلت اغير هدومي في الاتيليه لقيت برضه في حاجه الرعب البدائي الغريب اللي انت بتشوفه بعين السادسه بتاعتك بس انت ما بتبقاش فاهم هو ايه بالظبط. فقررت ان انا مش هغير اصلا، هروح اركز في الشغل خلاص مش مشكله يعني. فلملمت حاجتي وخدتها وطلعت قفلت الاتيليه. في انا سامعه صوت خطوات حد نازل من على السلم من الدور الرابع ونازل ببطء فظيع يا جماعه، انه ما عندوش اي مشكله ان هو يستعجل لان هو كده كده هيوصل لهدفه. وبعدها سمعت صوت ضحك بني ادم ضحك سخريه كبير جدا، ولقيت تماثيل. طبعا احنا القسم عندنا كله مليان تماثيل فرعونيه، وكان بيقولوا التماثيل دي بيسكنها عفاريت واحنا اصلا قسم نحت فعفاريت فعفاريت بس. فضلت نازله السلم بجري وانا خايفه ومرعوبه جدا الخطوات اللي ورايا، وبدات سرعة لغايه لما السلم انتهى وفي بيني وبين البوابه اللي بره اللي هو قاعد عليها حارس عجوز كده يعني بيموت خميس وجمعه ويصحى تاني يعني. ف حوالي 25 متر كده المفروض ان انا اجريهم عشان الحق نفسي يعني. بس فانا نازله مفيش نسمه هوا في الدنيا خالص حواليا، بس انا سامعه صوت ورق شجر كتير بيقع حواليا وبيجري خفيف ورق الشجر على الارض الاسفل، وانا مش عارفه ماشي يعني. في الاخر بقى طلعت اجري لغايه وصلت للباب وما كانش فيه لا ورق على الارض ولا كان فيه هوا ولا كان فيه اي حاجه، ما اعرفش كانت هلوسه مثلا مني ولا كان عفريت لذيذ بيسليني، بس دي كانت حاجه تجربه مخيفه يعني.